بالنسبه للمساحه التجاريه الكبرى، بون هو يجم يبيع لك مساك هذيك اللي كانت ذو استعمال وحيد ولا ذو استعمال متعدد، وهذا الامر الحكومي شقا، وهذا اللي صار. دونك انت كتونسي تجم تهزها ساك هيك تقضي فيها اليوم، تحطها في فوق منك وتعاود تهزها 10 مرات تقضي فيها تجيب بون انا ماذا بيا تجيبش فيها الخبز. اتنفسر لك هو هذا اللي صاير. فما بدائل بالنسبه هاني جايتك الخبز به هذية. بالنسبة للخبز راهم الكوش راهم حسب الأمر الحكومي راهم ساشيات بالبغوتيل هذوكم هذوكم ما همش حسب الأمر الحكومي راهم ممنوعين بطبيعتهم ممنوعين مخالفين هم يعني عليك على دونك جينا 2020 جينا 2023 قبل رمضان بشوية 17 مارس نتذكرها 2023 عملنا اتفاقية معهم يا خويا منع تسليم الخبز في الأكياس بلاستيكية اللي هي غذائية. هاني جايتك هوني علاش قلنا بالنسبة للخبز لي الخبز الكوشه تعطيه لك سخون ولا مش سخون؟ في العاده سخون، والتونسي يحب الخبز السخون. الخبز السخون كي يمشي يتحط في البلاستيك شنو يصير له؟ البلاستيكي ذوب يشد في الخبز، فما مواد مسرطنه يا رسول الله. راهو الخبز حتى كي تحطه في البلاستيك هكا فريمون معناها هو بيدو بلاستيك، راك فهمت؟ حتى المطعم والريحه بالحق معناها لاحظناها. لكن الساشي نتاع الكوشه مكتوب عليه غذائي او حاجه كيما هكا، هي غذائي، هو غذائي ايما باقي راهو عنده ريبركسيون. انت دبوست الماء هالبلاستيك اللي نشربوا فيها يا اخي، هي غذائيه ولا مش غذائيه؟ كي تحطها في الشمس شنو يجرى لها؟ هي تسيب فرنسا توا قاعدين، بلدان اخرى قاعدين وراو اللي فما ميغراسيون تقع تسرب من الدبوزه للماء، وراو عينات عملوا عينات وقاو اللي البلاستيك موجود في المياه. كي تحل الطابله تهبط ماده من عشنو اسمها في وسط الماء، من اللي تحل الطابله نعم يعني خلينا نخرج بمعلومه يعني السيده عواطف مسعي تقول وانه اليوم المخابز مخالفين للقانون بحاجه اخرى. فما شكون وانا نقول من المنبر هذيا ويعرف روحه، فما شكون كاتب مخرج بلاستيك ذو استعمال متعدد وكاتب حسب الامر الحكومي. انا من هذا المنبر نقول له يوقف لا برودكسيون خاطر راهو الكونترول جايو راهو هو مخالف، راهو عمره ما فما هذايا ساك يتباع للمخبزه وتقول له حسب الامر الحكومي، هذايا ما نقبلوهش موجوده وريناه. هي عركه كبيره الحقيقه بيناتكم وبينات صانعي والله صانعي البلاستيك هي مش عركه، لا والله هما في البروسيسوس معانا، راهي خدمه صارت من 2015 راهو انا اللي حبيت نحكيه لك مقبيلي قبل ما نعملوا الاستراتيجيات والدراسات، راهي خدمه من 2015 معاهم. قمنا معناها قمنا بالذي معناتها لي سكابا نجيك زيد التونسي ما يعرفهاش، لي سكابا الكبار اللي تشريوهم لي غران سورفاس راهم ايشانجابل لافي. انت اليوم تتقطع لك اليد تمشي لغران سورفاس تقول له بدلها لي بلاش 15% هي، تقول له بدلها لي بلاش وعندك الحق يبدلها لك حسب الاتفاقيه، فهمت؟ ما تلوحوهمش سيكانكم، هزوهم يبدلوهم لكم. دونك هذي احنا حاولنا نمشيو مع التونسي، كنقول لك يستهلك في 4.2 مليار من الاكياس البلاستيكيه كل عام، معناها قرابه وقتها في العام اللي خدمنا فيه 2018 معناها وحسب التعداد نتاع السكان 400 ساك كل تونسي. وراه حكينا كان على السكان احنا اليوم لو ما فماش شكون سامحني مدام حكينا كان على السكان الدبابز، راهو لو ما فماش ناس تلم في الدبابز راهو غرقنا في الدبابز خاطر فما منظومه ايكوليف للتجميع به. اليوم السكان ذو الاستعمال المتعدد هوني بتيت خلي ما يعرفوش البربيشه توا اليوم اللي يلموا في الدبابز اللي ساشيه بيدها هذيك اللي هي الغراماج نتاعها باهي راهو معناتها يضاهي الدبوزه ولا اكثر منها، معناتها يجم يترسك فهمت؟ معناتها مهمة هذه. عندهم زادة يقبلوا لهم ولا لا؟ اي هو يقول لك ديما راهو الساك علاش ما يحبوش يهزوه؟ بون سكان متناثرة اللي كانت برشا توا حتى وكان التونسي ما نعرفش انا يستعملوا برشا مرات، كنا في ديارنا نستعملوا برشا مرات ونحاولوا بربي اللي عنده قفة يحطها في كرهبته، اللي عنده يمشي يشري الخبز. راهو فما احنا بيدنا عملنا تجربة وعملنا فرقنا كوزارة بيئة وقت عملنا الاتفاقية هذه مع أصحاب المخابز فرقنا
كان قماش دي ساكتو دباك قماش راهو القماش الخبز يقعد لبس عليه فرشك محفوظ والقماش هذيك تجم تحطه كسوى راجل ولا مرأة راجل يحط في مكتوب والمرأة تحط في ساكة معناتها يجم نهزوهم معانا ونجموا نقضيوا فيهم نشري فيهم خبزنا ونبعدوا على البلاستيك.